السلام عليكم. هل فكرت يوم ما كيف تغير العالم فقط في 20 سنة الماضية؟ حسناً الآن فكر قليلاً. فيومياً يتم اختراع العديد من الوسائل التكنولوجية التي تؤثر مباشرة على حياتنا دون الأخذ في الاعتبار أن الوقت يمضي بسرعة كبيرة. لهذا استعد جيداً لنأخذك في رحلة ممتعة لاستكشاف 7 أشياء تكشف لنا كيف غيرت التكنولوجيا حياتنا. ولكن قبل البدء قم بالضغط على زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. سابعا الهواتف. في عام 2002 اعترف الكونغرس الامريكي ان المخترع الايطالي انطونيو ميتوشي هو المخترع الحقيقي للهاتف وليس غرهام بيل كما يعتقد الجميع. حسنا، فقبل ظهور الانترنت كان التليفون اهم الاجهزة للاتصال بالاشخاص في جميع انحاء العالم. ففي نهاية الثمانينيات كان ما زال مستخدما هاتف القرص، فباستخدام اصابعك تقوم بلفه حتى تستطيع الاتصال. وبالطبع هذا امر ممل ان تنتظر حتى يرجع القرص، واذا اخطأت يجب ان تغلق الهاتف وتبدأ من جديد. فمنذ بداية التسعينيات انتشرت الهواتف ذو الازرار الرقمية ومزودة بسلك طويل، ولكن الان اصبح كل شيء مختلف، فالاغلبية اصبحت منتجات رقمية بالإضافة إلى شاشات اللمس. إذا كنت من الذين استخدموا هواتف القرص ضع تعليقك. سادسا سمارت فونز. بالطبع لن تستطيع إغفال الحديث في هذه القائمة عن السمارت فونز، ولكن حتى لا نمل من الحديث عن الهواتف سأتحدث إليكم باختصار شديد. هذا هو أول هاتف محمول تم انطلاقه في عام 1987، يزن 1 كيلوغرام وبلغ ثمنه 5000 يورو، يستخدم فقط للتحدث. فهو هاتف بدائي بدون بطاقة ذاكرة وكاميرا ولا أي من التطبيقات التي نعرفها الآن. والآن يوميا تزداد أسعار سمارت فونز وكأنها صفقة ربحية، في الحقيقة أسعارها تكون مرتفعة جدا. خامسا السينما. سنتحدث بشكل عام عن الأفلام، فالآن يتم استخدام الشاشات الخضراء لتصوير أغلبية مشاهد هذه الأفلام. بعد ذلك يتم إضافة المؤثرات الخاصة، ولكن قديما لم تكن كل هذه الوسائل التكنولوجيا متاحة، فكان يجب أن يصممه يدويا بطريقة بارعة واستخدام الكثير من أدوات لخروج المشهد بشكل جيد. على عكس كل هذا الآن لم يعد بحاجة إلى هذه الدعائم الكثيرة. وفي رأيي المتواضع فإن هذا يحمل أشياء إيجابية وسلبية، وبإضافة المؤثرة الخاصة تستطيع أن تحصل من دقة الأفلام. رابعا ألعاب الفيديو. إذا حدثت عدة تغيرات في شيء ما بالطبع ستكون من بينهم ألعاب الفيديو، فكل إصدار جديد يكون أفضل من سابقه فيما يخص رسوماته الشخصية أو الجرافيك بشكل عام. فالآن نستطيع مشاهدة كريستيانو رونالدو أو ميسي مثل الحقيقة تماما، ولكن قديما لم تكن ألعاب الفيديو بهذه الدقة العالية من الجرافيك. فنشاهد ألعاب ماريو بالرغم من دقتها الرديئة إلا أنها كانت لعبة ممتعة ومسلية، وقضينا أوقات رائعة نلعبها مع أصدقائنا. ثالثا الألعاب. هل تذكر عندما كنت تخرج إلى الشارع مع أصدقائك للعب كرة القدم، أو عندما كنت تقضي يومك مع صديقتك المفضلة في لعب الدوم المفضل لديكما؟ حسنا، فيبدو أن كل هذا يختفي مع مرور الوقت. فالآن مع انتشار ألعاب الفيديو وأجهزة السمارت فونز والتابلت، أصبحت الأطفال تفضل قضاء وقت أطول مع هذه الأجهزة عن اللعب بالألعاب الحقيقية. ولكن هذا ليس ذنب هؤلاء الأطفال أو الشباب، بل الحقيقة أن هذا التطور التكنولوجي جعلنا مهووسين به. ثانيا التلفاز. يقال أن رب صورة واحدة أبلغ من 1000 كلمة، وهذه الصورة هي أدق وصف لتلك العبارة، تظهر لنا كيف تطورت أجهزة التلفاز على مر العصور. وأعتقد أن الكثيرين منكم لم يعاصروا هذا التلفاز، فقديما كانت هذه الأجهزة بها صندوق كبير في الخلف، وكان هذا كافيا لتشغيل التلفاز بشكل صحيح. ولكن الآن أصبحت أجهزة التلفاز أرفع قليلا ومتصلة بأجهزة الـ HD. في المرتبة الأولى أجهزة التخزين Flash Memory. في عام 1956 تم إصدار أول قرص صلب بواسطة شركة IBM، ويتسع إلى 4.4 ميجا بايت.
نعم كما سمعت، ميجا بايت، وتزن إلى أكثر من 1 طن. ولكن الآن حدثت تغيرات كبيرة، في بداية من الأقراص الصغيرة المدمجة ثم اليو اس بي، حتى وصلنا إلى أقراص صلبة تتسع إلى تيرا بايت بحجم راحة اليد. وبالطبع كل هذا يبدو رائعا. الآن شارك في التعليقات بأي من هذه الأشياء قد أدهشتك. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله.